الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فلازلنا في سلسلة الدروس في السيرة النبوية المختصرة من خلال كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ومع الدرس 18 من هذه الدروس المختصرة، وبعد أن مر بنا عدد من الغزوات المشهورة كغزوة بدر وأحد والخندق أو الأحزاب، ها نحن ننتهي إلى إحدى الغزوات التي ليست مشهورة في حجمها وفي الجيش الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها كبيرة ومهمة لما حصل فيها من الأحداث البارزة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الغزوة هي المسماة بغزوة المريسيع، نسبة إلى الماء الذي باغت النبي صلى الله عليه وسلم فيه العدو، وتسمى بغزوة بني المصطلق، وهم فخذ من قبيلة خزاعة. ذكرت كتب السير أنهم كان منهم رجل يتجهز لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تحقق النبي صلى الله عليه وسلم الخبر خرج إليهم وباغتهم على ماء لهم يقال له المريسيع، وهزمهم هزيمة النكراء، ولم يقتل بفضل الله سبحانه وتعالى من المسلمين إلا رجل واحد قتله أحد المسلمين خطأ ظنا منه أنه من العدو، والنبي صلى الله عليه وسلم سحق هؤلاء الأعداء وسبى وغنم الأموال وسبى النساء والذراري، وكان من السبي ابنة سيدهم جويرية بنت الحارث، فافتداها النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقها وتزوجها. فلما نكحها النبي صلى الله عليه وسلم أطلق المسلمون من بأيديهم من الأسرى لبني المصطلق، وكان ذلك سببا لإسلامهم لما رأوا هذا العفو مع المقدرة. والمسلمون فعلوا ذلك إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم ولزوجته التي أصبحت أم المؤمنين رضي الله عنها. في هذه الغزوة حدثان مهمان، أما الحدث الأول فسأذكره في هذا اللقاء، وأما الحدث الثاني فسأكتفي بالإشارة إليه
وأعود إليه في الدرس اللاحق، لأنه من أهم الأحداث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتسع المقام لذكر أقل تفاصيله. أما الحدث الأول والحدث الثاني فكلها متعلقة بالدور المشين والخطير للمنافقين الذين ما فتئوا يكيدون للإسلام وأهله ولا يجدون فرصة يكيدون فيها للإسلام وأهله إلا فعلوا كل ما يستطيعون، وأدوارهم ومكائدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عظيمة. ولذا أنزل الله سبحانه وتعالى فيهم سورة خاصة بهم، مع ما نزل فيهم من الآيات وما جاء فيهم من النصوص النبوية في سور متعددة. ومن أهم هذه السور سورة التوبة، والتي كان من أسمائها الفاضحة لأنها فضحت النفاق ومكائد المنافقين. وغالب آيات هذه السورة هي في كشف هذا الطابور الخطير، الطابور الذي يطعن الإسلام وأهله من داخله. صحيح أن مظاهرهم وأسماءهم أسماء مسلمين، وكانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجون معه للغزو، مع أن الله سبحانه وتعالى طمأن نبيه حتى لو تأخر منهم من تأخر عن الغزو، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. ولذا من مكائدهم وهذا الخبال وهذا الخلل ما حصل منهم في غزوة أحد، فقد رجع رأس النفاق بثلث الجيش، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حال عصيبة، لأن المشركين حضروا المدينة فأصبحوا يشكلون خطر داهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم في أشد الحاجة من يعضده ويقف معه في وجه هذا العدو الذي لن يفرق بين أحد من أهل المدينة، ومع ذلك صنع ما صنع رأس النفاق. وحصل منهم في وقعة الأحزاب ما حصل، وذكرت بعضا من ذلك، وكانوا يتواطؤون مع اليهود ومع المشركين، وهم الذين يقولون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. في غزوة المريسيع، والتي اختلف المؤرخون في وقت وقوعها، فمنهم من قال إنها في شعبان سنة 5، ومنهم من قال إنها في شعبان سنة 6، والحافظ ابن كثير يرجح القول الثاني أنها في سنة 6، مع أنه ورد في الصحيحين ما يدل على أنها في سنة 5، وأنها قبل وقعة الأحزاب، قبل غزوة الخندق، فالله أعلم بالصواب. المهم أنه بعد انتهاء الغزوة ازدحم الناس على الماء في أحد الآبار،
حتى حصل بينهم عراك بين غلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين غلام من الأنصار، فصاح الغلام الأنصاري قال يا للأنصار، يعني كأنه يدعوهم ويستنجد بهم، وقال غلام عمر رضي الله عنه يا للمهاجرين، فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. سمع بذلك رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول فقال لعنه الله، أو قد فعلوها؟ والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وكان في الحاضرين زيد بن أرقم، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر وما قال عدو الله بن أبي. وكان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم من كبار الصحابة من الأنصار، فأرادوا ألا تقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم موقعا كبيرا، فقالوا يا رسول الله لعل الغلام أخطأ وما نقل النقل الصحيح، فشق ذلك على زيد بن أرقم رضي الله عنه، كيف يكذبونه أو يشككون في روايته وهو سمع بأذنيه ما قال عدو الله، حتى أنزل الله تصديقا. زيد وحي من الله في كتابه العزيز يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ومما قال عدو الله سبحانه وتعالى لقد كاثرونا وغالبونا وكنا وإياهم كما قال الأول قبحه الله سمن كلبك يأكلك. وبدأت رائحة الكفر والحقد على رسول الله وعلى أصحابه يفيض بها لسانه العفن، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علم ابنه عبد الله بن عبد الله ابن أبي بن سلول، وكان من خيار الصحابة وأبوه هو رأس المنافقين، وخشي أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، فقال يا رسول الله إن كنت تريد أن تقتل أبي فمرني آتيك برأسه أنا، فإني أخشى أن تأمر أحدا فأرى قاتل أبي فأقتله فأكون قتلت مسلما بكافر فأدخل النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل نتأنى به، يعني نتمهل به ونصبر عليه، وسنرى لاحقا كيف بلغ صبر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العدو وعلى هذا المنافق الذي ما فتئ يجرم ويكيد للإسلام وأهله. ولكن لم يكتفي ابنه بهذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم، فسبق الجيش ووقف على مدخل المدينة وسل سيفه، فلما جاء والده يريد الدخول قال والله ما تدخل حتى يأذن لك رسول الله وتعلم أنك أنت الذليل وهو العزيز، لأنه كما ذكرت لكم قبل قليل
هو القائل والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد الأعز نفسه والأذل قبحه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمنعه حتى أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه من المواقف ومن الأحداث التي برز فيها رأس النفاق ومخالب النفاق وكيد المنافقين. ولأجل هذا الكيد وهذا المكر الكبار جعل الله عقوبة هذا الفريق وهذا النوع من الناس هو أشد عقوبة للعصاة، أشد حتى من المشركين، لأنهم جمعوا مع الكفر جمعوا الكيد والخبث والخداع للمسلمين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أسفل حتى من المنافقين، في قعر جهنم لما يقومون به من مكر وخبث وكيد. ولذا يجب على المسلمين ألا يغتروا بكل من أظهر أو كل من ظهر بمظهر الإسلام ما لم تختبر حقيقته وتعرف حقيقته وأنه فعلا من أولياء الله المؤمنين الذين لا تغيرهم المواقف فيبقى على إيمانه. أما أهل النفاق فبمجرد أدنى فتنة يفوح هذا النفاق ويظهر ويبرز. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يحفظنا وإياكم من النفاق والمنافقين، وأن يثبتنا بقوله الثابت، وأن يحسن خاتمتنا في الدنيا والآخرة، وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يعم بلادهم بالرخاء والاستقرار والإيمان، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.